Oh. This dua is for funeral for the dead body if man or woman will die. Allahum maghfir li hayyina Allahum maghfir li hayyina wa mayyitina wa mayyitina wa shahidina wa shahidina wa gha'ibina وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وأنثانا وأنثانا اللهم من أحييته اللهم من أحييته منا فأحيه منا فأحيه على الإسلام على الإسلام ومن توفيته ومن توفيته منا فتوفه منا فتوفاه على الإيمان على الايمان One more time. اللهم اغفر اللهم اغفر لحيينا اللهم اغفر وَشَاهِدِنَا وميتنا. وميتنا. وشاهدنا. وشاهدنا. وغائبنا وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وأنثانا وانثانا اللهم من أحييته اللهم من أحييته منا فأحييه منا فأحيه على الإسلام على الإسلام ومن توفيته ومن توفيته منا فتوفه منا فتوفه على الإيمان على الإيمان. Okay, listen carefully. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. I also do practice of this video. It will help you inshallah. Assalamu alaikum.